حسنا، بالنسبة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع في الخليج، منذ البداية كانت هناك مطالبة للحوار، وهنالك دور نشط يطلع به وزير الخارجية الأمريكية السيد ريكس تيلرسون، لأنه فوض من قبل الرئيس ليكسر الهوة بين دول الحصار وقطر ويقود تلك الجهود. وقد كان نشطا وتحدث عن هذه الأزمة مرارا وتكرارا، وهنالك بيانات طالبت بخفض التصعيد وطالب من خلالها بالانهماك في حوار من قبل جميع الدول، وقطر استجابت على نحو إيجابي، ونحن نحث على اتباع هذه التدابير. وأيضا الرئيس اتصل بسمو الأمير منذ بداية الأزمة وهو مصمم لحل المشكلة. البارحة الاتصال الهاتفي كان مهما، ولكن يحدون الأمل أن تستجيب الدول المحاصرة بطريقة تقدمية إيجابية كافية لكي نضع حدا لهذه الأزمة. اسمي ريما نيتشيس، أتكلم العربية ولكن سأتحدث باللغة الإنجليزية أو سأسأل باللغة الإنجليزية. أنا أعمل لجهاز إعلامي ألماني. هل لك أن تلخص مشكلة الدول الأربعة بأربعة كلمات؟ وما هو الأمر الأهم؟ وما هو الشيء الذي حصلتم عليه من الكويت؟ ما هي عقدة المنشار؟ أحدهم يقول علاقتكم مع إيران، آخر يقول موضوع الإرهاب، وثالث يتحدث عن علاقتكم بحركة الإخوان المسلمين. شكرا لسؤالك. بالنسبة للاتهامات، الاتهامات كانت علنية، أما الشكاوى الشرعية فهي غير موجودة، لأن الدول المحاصرة لم توفر أي دليل دامغ يقول أن قطر تقوض من أمن تلك الدول أو تتدخل في أمنها كما زعمت. ليس وهناك أيضا موضوع العلاقة مع إيران، هناك 96% من العلاقة التجارية تمر من خلال الإمارات، أما قطر فترتيبها الخامس من ناحية العلاقة التجارية مع إيران. طبعا قطر سحبت سفيرها من إيران كتضامن مع السعوديين عندما استهدفت مهمتهم الدبلوماسية في مدن عدة في إيران، وقطر أعادت سفيرها لأن السبب لم يعد سببا. وكما تعرفون تلك الدول التي تعاضدنا معها تظهر أو تفرض علينا حصارا الآن، ولذلك أردنا أن نعتمد على إيران لأنها تلعب دورا أساسيا، مهمتنا تلعب دورا أساسيا ونشطا. الأمر الآخر، الاتهام الآخر أو الثالث، مرتبط بدعم الإرهاب، وحاول أن يعززوا الزخم من خلال الغرب ليتعاطف معهم الغرب، ويقول أن قطر تدافع عن الإرهاب، ولكن الغرب يعرف قطر ولم يستجب لهذه الطلبات ولم يقتنع بهذه الاتهامات. وقطر تلعب دور أساسيا في التحالف المناوئ أو المكافح للإرهاب، ونحن نلعب دورا أساسيا في مكافحة الإرهاب لأننا نجابهه من جبهات مختلفة. أما بالنسبة للاتهامات الأخرى التي تقول أن قطر تدعم مجموعات سياسية مختلفة تقوض من أمن بلدانها، وهذا طبعا جزء من
دعاوى تلك الدول لتقول أن قطر تدخل في شؤوننا الداخلية، ليس ثمة شيء من هذا القبيل. قطر لا تدخل في أي في شؤون أي بلد آخر، ولا نقبل أي تدخل من أي دولة أخرى في شؤوننا الداخلية. أما دول الحصار فهي تثير هذه أثارت هذه الأزمة وتطالب بتغيير النظام، وهي من تتدخل في شؤون البلدان الأخرى، وهي تثير الناس وتحرضهم على العنف. وهذه هي الاتهامات ذاتها التي يتهمون فيها وليس لديهم أي دليل. ولكن مشكلتهم مع قطر هي التالية: لا تريد تلك الدول رأيا آخر. نحن في مجلس التعاون الخليجي بلدان اتفقنا على مبادئ، ولدينا سياسات اتفقنا عليها، ولكن كل دولة لديها سيادتها ولديها هامش معين من السياسة. أعني بذلك أن لا نفرط في أمن الدول الأخرى، ونحن لم نتعدى هذا الهامش ولم نتعدى أي حدود تقود من أمن دول الخليج، وكنا نشطين في علاقتنا مع الأمم الأخرى. تلك الدول لا تقبل الرأي الآخر، وهذه هي عقدة المنشار، وهذه هي المشكلة. ولذلك يتهمون قطر بكونها داعما للإرهاب، وهم يرون كل خصم كداعم للإرهاب. ربما يروا قطر كدولة إرهابية لأن لدينا رأيا مختلفا، ولكن الأمر ليس سيان في البلد في البلدان المتحضرة، في العالم المتحضر. نحن نقبل الآخر ونتناقش مع الآخر ونتناقش مع الرؤى الأخرى حتى نصل إلى أرضية مشتركة معا. هل تؤمنون حقا أنه وبسبب هذه الأزمة فإن مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يحل حلا تاما؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: الآن هو موسم الحج، وكنتم تتحدثون عن الوساطة الكويتية، هل أردتم الحديث عن بعض العلماء في هذا المقام لكي يحاولوا أن يصلوا إلى مصالحة بين الدول من خلال أدوارهم؟ بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي وهي مؤسسة مهمة تعنى بالأمن المشترك لهذه الدول، قطر كانت ولا زالت ملتزمة بمجلس التعاون الخليجي كمؤسسة، وأما تلك الدول فتصرفت كما يحلو لها، وهي لا تمثل ولم تمثل دول مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون الخليجي من خلال هذه الأزمة. هم أحدقوا المخاطر بهذا المجلس، نعم، بسبب انتهاك المبادئ الأساسية لمجلس التعاون الخليجي، لأن تلك الدول اقترفت عملا عدائيا ضد دولة من دون اللجوء إلى آليات بحسب الميثاق، ميثاق مجلس التعاون الخليجي، أي لم يتبعوا أي منتحل متحضر في هذا المقام، ولكن قاموا بعمل عدواني. نحن نثق بهذا المجلس، ولكن هل الثقة ومستوياتها ستبقى كما هي؟ أقول كلا، لأن هنالك ضمانات يجب أن نصل إليها لكي نعزز من سيادة كل دولة تحت مظلة هذا المجلس، وهذا المجلس يجب أن يكون إطارا تعاونيا وليس إطار إملاء من قبل دولة كبرى أو غيرها. أما بالنسبة لدور الزعماء الدينيين لسوء الطالع، أقول إن سلوك السلطات السعودية تسمح للناس بأداء الحج
أو تلك السلطات المسؤولة عن أداء الحج لم تكن على المستوى المطلوب، ونحن حاولنا أن نطرق طرائق مختلفة ونتبع قنوات مختلفة لكي نسهل الحج لمواطنينا، ولكن السلطات السعودية قررت أن تطرق طريقة أخرى لم تمر من خلال الوساطة الكويتية. طبعا نحن نحترم الوساطة الكويتية، أما السلطات السعودية فاستخدمت طرقا مختلفة لكي تحاول أن تصل إلى أهداف سياسية داخليا داخل قطر من خلال السماح للناس أو تغرير الناس والقول أنكم يمكنكم أن تأتوا إلى الحج ولكن بطريقتنا نحن، من خلال قنواتنا نحن وليس من خلال القنوات القطرية الرسمية، أي خلال بعثة الحج القطرية. لذلك أي قطري وصل إلى مكة وذهب لأداء فريضة الحج، السلطات السعودية مسؤولة عن سلامته أو سلامتها، لأن السلطات في قطر لم يسمح لها بطمأنة القطريين وضمان أمنهم. لذلك لم نرى دورا إيجابيا للطبقة الدينية في المملكة العربية السعودية. لسوء الطالع بعضهم برر ما قامت به السلطات السعودية وبرر حصار السعودية الذي فرضته على قطر، ونحن نطلب طبعا فصل السياسة عن القضايا الدينية، ويجب عليهم أن يتبعوا هذا الإجراء. My name is Philip Sauer. I'm a correspondent with EPD News Agency in EPD Germany. EPD News Agency in the Almania. Invitation to this press conference. The issues were not restricted to the issue we just talked about. So I allow myself to. طبعاً سوف أسمح لنفسي أن أتحدث عن قضية أخرى. أتحدث عن نظام الكفالة. كما فهمت، قطر تزعم بأن القرار المرتبط بنظام الكفالة قد حظر وأسقط، أعني بذلك القرار 21/2015، وهنالك لجنة طعن، وهناك موضوع مرتبط بمأذونية الخروج ومشاكل ذلك. إذن عندما يطبق هذا القانون، سؤالي هو هل هنالك نزاعات في هذا المقام، وهل هنالك حرمان لبعض الأشخاص من المغادرة، وهل ستسقطون هذا النظام برمته لسيما مأذونية الخروج؟ عفوا دعني أقاطعك، هذا ليس موضوع المؤتمر. لا ضير في ذلك، يمكننا أن نجيب عنه. بالنسبة لنظام الكفالة والقرار 21/2015 أو القانون 21/2015، القانون الذي يحكم العلاقة بين العمال ورب العمل، سيتغير هذا القانون وسيصبح تعاقديا يعنى بالبنود الخاصة بالعلاقة بين الطرفين. إذن هذا هو المبدأ الأساسي. أما بالنسبة لمأذونية الخروج التي كانت مندرجة في نظام الكفالة سابقا وكانت مندرجة تحت القانون القديم، والفرق بين القانون القديم والجديد هو أن القانون الجديد يعنى بالدعاوى المالية أو الدعاوى الجنائية التي أظهرت أو أثبتت بحق العامل، فيمكن أن يمنع من الخروج. ليس لدي أي أرقام بشأن مأذونية الخروج وكم خرج وكم منع، ولكن النظام الجديد هو يستعرض دائما وأبدا، وبالتالي فهذا ليس قانونا ثابتا، هذا هو تصير إجراء تدرجي، ونحن نختبر هذا النظام وسوف نرى
نجاعته ومستوى نجاعته، ولكن هناك إصلاحات سوف تأتي على قدم وساق، سوف تتصدى لموضوع مأذونية الخروج. شكرا لإجابتك عن هذا السؤال. قطر تطالب بالحوار. قابلت السيد الجبير منذ 5 أسابيع وقال أن الحوار أجري في عام 2014 واتفاقية مهمة وقع عليها من قبل قطر ودول الخليج لا سيما السعودية العربية. أما بالنسبة لعادل الجبير فإن المشكلة هي أن قطر لم تحترم ذلك الاتفاق وقد أبقت على أفراد طبعا مدرجة أسماؤهم على لائحة الإرهاب. طبعا أنتم لديكم رأي مختلف بشأن هذه اللائحة، وهنالك أيضا طلب بإغلاق قناة الجزيرة ومشاكل ذلك. إذن ما هو ردكم؟ مع احترامي الشديد لزميلي في المملكة العربية السعودية، أعتقد أن منتهكو اتفاقية الرياض في عام 2014 يجب أن يلاموا، لأن هنالك مادة واضحة تنص على التالي: إذا ما كان ثمة نزاع بشأن أي بند من بنود الاتفاق، هنالك آلية يجب أن نلجأ إليها للتصدي لهذه الانتهاكات المزعومة، وهنالك تدابير يجب اتخاذها للوصول إلى حل، وإذا لم تحل فهنالك تدابير إضافية أيضا مندرجة تحت مظلة الميثاق، ميثاق مجلس دول الخليج. المنتهكون ليسوا قطر، ولكن الآخرون الدول الأخرى هي التي ألقت بعرض الحائط ذلك الاتفاق ولم تحترم هذه البنود. أما بالنسبة لموضوع الاتهامات وعلاقتها بالإرهاب، هذه اتهامات مبهمة تحاول الدول أن تلقي باللائمة على قطر، وهي تتهم أي بلد يناوئهم ببلد إرهابي. نحن التزمنا بالاتفاق دائما وأبدا، ونحن التزمنا ب أي قرار وأي قرارات أممية من مجلس الأمن، وطبعا لائحة الإرهابية لائحة مجلس الأمن فقط التي تبنتها الدول جميعا وفقا للقانون الدولي. لذلك لا يمكن القول أننا نأوي الإرهابيين، ولا يمكن أن يكون هنالك لائحة أخرى تدرج فيها أسماء إرهابيين، لأن اللائحة هي لائحة مجلس الأمن، ونحن نؤمن أنهم أضافوا أسماء لكي يرضوا قوى خارجية أخرى، وهم لا يعتقدون أن هذه الأسماء هي بالفعل أسماء لأشخاص إرهابيين. هؤلاء الأشخاص بالفعل في السابق لم يكونوا إرهابيين، وكانت تربطهم بهم علاقات أو ببعضهم، ولكن هم موجودون في قطر وهم أضافوهم للائحة الإرهاب. Could you please tell me what the consequences of this blockade is? ما هي النتائج المتمخضة عن هذا الحصار، وكيف تستشرفون أسوأ المآلات؟ طبعا أنتم تجوبون البلاد طولا وعرضا. ما يمكن لي الاتحاد الأوروبي أن يفعله بشأن ما يجري في الخليج؟ نعم، بالنسبة للمآلات أو النتائج المتمخضة عن الحصار، هو الأمر المتصل بالشق الإنساني، لأن هنالك أواصر الأسر قد قطعت الأرحام، وهذا طبعا أفضى إلى ضغوط من قبل منظمات مختلفة، ولكن لم الشمل يتطلب إرسال طلب، وهذا الطلب
مرتبط بتقييم ومن ثم قرار، وبالتالي هنالك ضبط لحركة المواطنين القطريين والأولئك الذين تربطهم علاقات مع مواطنين من دول الحصار، وبالتالي هذا ما يشغل الحكومة القطرية. أما الأمر الآخر فهو تغيير مسارات الرحلات الجوية والنتائج الاقتصادية. هنالك تأثيرات طفيفة، ولكن نحن نؤمن أن هنالك منظومة دولية يجب أن تحترم، ونحن نسعى لاتخاذ تدابير مختلفة في منتديات مختلفة لكي نقلب الآية من خلال الآيكاو المنظمة الدولية للملاحة الجوية، وأيضا هنالك المنافذ البرية والمنافذ البحرية. نحن نعمل مع منظمة التجارة العالمية، وبالتالي فإن هنالك تأثيرات طفيفة اقتصادية. أما بالنسبة لي أسفاري وعرض قضيتي على الآخرين، فالأمر مرتبط بعنصرين. عندما أذهب إلى بلد شقيق أو بلد صديق، من الأهم بمكان أن أنفض الغبار عن هذه الصورة الضبابية، لأن هذه الدول هي دول صديقة لفترة طويلة. أردت شرح الصورة لكي تصبح صورة جلية، وبالتالي أعرض جانبنا القصة من جانبنا، وأفند تلك الاتهامات. وكما تعرفون أردت الحديث عن كون قطر تعرضت لهذا الاعتداء من قبل تلك الدول، وهي لم تبدأ هذه الأزمة. ونحن نتوقع من الدول التي أزورها أن تطالب الدول المحاصرة باحترام القانون الدولي، وأن تطالب أيضا بخفض التوتر وخفض التصعيد والوصول إلى الحوار، وهذا هو موقفنا المتسق مع أسفاري منذ البداية. أما بالنسبة للعنصر الثاني أو الجانب الثاني من زياراتنا، إننا نسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص لكي نوسع من حلقة العلاقات وفي مجالات مختلفة. قطر كانت ولا زالت مصدرا مهما للطاقة، نحن نصدر الطاقة لكافة أرجاء العالم، وعقودنا بطبيعة الحال تمخضت عن التزام، وأردنا أن نطمئن الدول الأخرى ونقول أننا مستمرين في مساعينا في هذه العلاقات رغم الأزمة. نريد أن نبقي على هذه الثقة ومستوياتها كما كانت، ونريد أن نطمئن هذه الدول، نطمئنها ونقول أن قدرتنا هي كما هي. أيضا نريد أن نوسع من حلقة التعاون، لأن قطر كانت تعتمد على بلدان تأتي بإمدادات منها، ولكن البلدان المحيطة أصبحت متذبذبة في أفعالها معنا، وبالتالي أي ظرف سياسي يمكن أن يؤثر على قرارات تلك الدول الاقتصادية. لذلك يجب أن نفصل بين الاقتصاد والسياسة، وبطبيعة الحال هنالك نفاق في هذا المقام، حيث تقول بعض الدول أنه يتعين على جميع الدول أن تستخدم البحار وأعاليها وأيضا الأجواء بحرية، ولكن في نفس الوقت تفرض قيودا على قطر وتقول أنه لا يتعين على قطر أن يستخدم هذا المسار الجوي وهذا المسار البحري والبري. شكرا. وكالة الأنباء الفرنسية أليكس ريجر. إحدى نقاط الخلاف الأساسية متصلة بعلاقتكم مع إيران. In this good relationships with, could you describe to us what your assessment is? هل لك أن تصف لنا ما هو تقييمكم بشأن
إيران، هل تعتبر إيران تهديدا لأمن المنطقة وهل تدعم الإرهاب؟ وماذا عن الشق أو السياق الاقتصادي؟ لأننا نعلم أن دول الخليج تربطها علاقات اقتصادية مع إيران. إذن كيف تصف علاقتهم مع إيران وكيف تصف الرؤى الأخرى وربما الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها مع إيران، لأنها قالت أن إيران هي منبع الإرهاب في هذه المنطقة. بالنسبة لعلاقاتنا مع إيران، أولا إيران دولة جارة للخليج برمته، لا يمكننا أن نغير الجغرافيا، هذا واقع جغرافي. وإذا ما كانت لدينا أي اختلافات مع دولة جارة، يجب أن نجلس معا بطريقة متحضرة لكي نطلق حوارا نتصدى لهذه الشواغل. لدينا اختلافات نعم مع إيران فيما يخص الصراعات أو النزاعات الإقليمية، ولكن يجب جسر الهوى من خلال إطلاق حوار نتأكد من خلاله أن أمن الطرفان، أمن شطري الخليج العربي آمن. قطر وإيران نحن نشاطر حدودا ونشاطر أيضا حقل غاز، وهذه العلاقة هي علاقة طبيعية، نحن لم نستحدثها، هي علاقة ليس لديها لا ناقة ولا جمل برغبتنا أو رغبة إيران بتوجهاتنا أو توجهات إيران. وبالتالي هناك الكثير من العناصر تشجع الطرفان، وأنا هنا لا أتحدث عن قطر فقط، ولكن أتحدث عن دول الخليج من جهة وإيران من جهة أخرى، لكي تنهمك هذه الدول في حوار جدي لنحمي مصلحتنا جميعا. إذن هذه السياسة تم تبنيها ليس فقط من قبل قطر، ولكن في مايو عام 2016، في ديسمبر 2016 التزمت جميع دول الخليج بهذا الالتزام، وهذا الجهد طبعا قاده أمير الكويت في تلك الفترة. إذن لا يمكن لأي دولة خليجية أن تزعم بأن قطر لديها علاقة خاصة أو سياسة خاصة مع إيران، لأن هذه القرارات اتخذت بالإجماع تحت مظلة مجلس دول التعاون الخليجية، وطبعا مقررات الاجتماعات موجودة. كما ذكرت في السابق، قلت أن 96% من العلاقة التجارية الثنائية بين الإمارات وإيران تضبطها أو تسيطر عليها الإمارات، أما نحن فنحتل المرتبة الخامسة، هناك البحرين في المرتبة السادسة، ولدينا علاقتنا التجارية زخمها أقل من زخم أي علاقة أخرى في دول الخليج بخلاف البحرين. أما الآن فإن هنالك حصار، وطبعا في الإمارات لا يسمح لنا أن نتاجر من خلال المنطقة الحرة. أما خط الترانزيت الوحيد فهو نتبعه من خلال مبادئ، من خلال بدائل مختلفة، باكستان، عمان وإيران، عمان أولا، باكستان ثانيا، وإيران ثالثا. إذن إيران يمكن أن تساعدنا مع باكستان وعمان من خلال خطوط العبور أو خطوط الترانزيت، خطوط الإمداد، وهذا بطبيعة الحال غير مرتبط بانتهاك القانون الدولي، وهذه علاقة طبيعية. ونحن نرمي إلى أنه في يوم ما دول الخليج وإيران سوف تعيش جميعها بأمن وسلام، ونستطيع أن نحل جميع الأزمات، لأن الاختلافات جميعها هي اختلافات بين قطر ودول الخليج من جهة وإيران من جهة أخرى، الأمر غير مرتبط فقط بقطر. وبالتالي يتعين علينا أن نستغل الفرصة لكي نحل الاستقرار في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة لا يمكنها أن
تلج في مرحلة زعزعة استقرار أخرى، وأعتقد أن الحديث عن إيران يمكن أن أفضي إلى أزمة أخرى، بينما لدينا أزمات تتكشف أمامنا في كل يوم ولم نستطع أن نضع حدا لها، لذلك لا نحتاج إلى أزمة أخرى. لدينا أزمة اليمن وأزمة سوريا، وهاتان أزمتان دراميتان، وأعتقد أن أولوية دول الخليج أن تضع حدا لهاتين الأزمتين عوضا عن السعي لاندلاع أزمة أخرى مع دولة جارة. الدول التي تفرض الحصار أو المقاطعة على قطر تنتقد قطر وتقول أن قطر تحاول أن تأتي ببدائل لحل الأزمة. هل تعتقد أن الحل المناسب يمكن أن يكون من خلال دولة الوساطة أو من خلال حل خليجي كويتي؟ حسن، قطر احترمت الوساطة الكويتية وتحدث عن هذا الأمر على الملأ. نحن أول من احترم الوساطة الكويتية، أما دول الحصار لم تأتي على ذكر الوساطة الكويتية إلا بعد أسابيع من الحصار. أما قطر، إذا ما عدت إلى السجلات فسوف تكتشف أن قطر تحدثت وتواصلت مع الأسرة الدولية بعد محاولة دولة هذه الأزمة ومحاولة طرق أبواب البلدان الأخرى لأن تنسج على منوالي، أعني بذلك دول الحصار. طبعا طرقت أبواب بعض الدول الأفريقية وطرقت أبواب بعض الدول الأوروبية، وحاولت أن تقنع تلك الدول بذنب قطر كونها داعم للإرهاب ومشاكل ذلك. نحن لا نؤمن بدولة الأزمة، نحن نؤمن بمجلس التعاون الخليجي، ونؤمن أن مجلس التعاون الخليجي يجب أن يكون منبرا لنحتوي مشاكلنا ونحل مشاكلنا، ولكن قطر لم تقم بأي عمل عدائي ضد تلك الدول. تلك الدول هي التي بدأت، وهي التي لم تحترم ميثاق مجلس التعاون الخليجي. وعندما بدأت قطر تتحدث عن احترام القانون الدولي والقانون الدولي واحترام سيادة البلدان، هذا يعني أننا فشلنا في حل المشكلة ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي بسبب عدم احترام دول الحصار للمجلس نفسه. بالنسبة للوساطة الكويتية، فنتعين على دول الحصار أن تستجيب لأمير الكويت عندما أرسل رسالة منذ 3 أسابيع ولم ترد تلك الدول إطلاقا على تلك الرسالة. وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالاحترام والدولة، أعتقد أن تلك الدول يتعين عليها أن تنظر إلى نفسها وتنظر إلى تصرفها عوضا عن نقد قطر، لأن تلك الدول فشلت في الاتيان بأي برهان دامغ ضد قطر. سيد الوزير، أريد أن أبارككم، أبارك لكم العيد المبارك، عيد أضحى مبارك. هل ترون أي خطوات متتالية يمكن للطرفان أن تتبعها لكي نضع حدا لهذه الأزمة؟ لأننا فهمنا أن الوصول إلى التسوية غير وارد، وربما إنهاء الأزمة أجل. والسؤال الثاني، ما هو وقع هذه الأزمة على علاقتكم بالملف السوري ودعم المعارضة السورية بالسلاح والمال؟ عيد مبارك. شكرا لطرح هذه الأسئلة. أؤمن أن الخطوات التي يجب اتخاذها لحل هذه الأزمة هي خطوات واضحة، والوسيط الكويتي
عبر عنها منذ البداية، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا عبرت عنها عندما وفرت خارطة الطريق. دول الحصار تطالب بحوار غير مشروط، بينما تفرض شروطا على قطر لتدلي ببيان أو تعبر عن رغبتها بالحوار، وبعدها يتبع هذه العملية، ومن ثم يطالب مطلبا آخر ويقولون أن قطر يجب أن تلتزم بمبادئ القاهرة الستة، ومن ثم المطالب 13. وبالتالي يتحدثون عن الحوار أول، ومن ثم يتحدثون عن المطالب، ومن ثم يتحدثون عن المبادئ. ولكن نحن ما نقوله في قطر، نقول أن هنالك حصار فرض علينا، وهو حصار لا أساس له، وهو حصار غير قانوني. وأما الدول المحاصرة فلديها رأي آخر، ولكن هدفنا أول وقبل كل شيء أن نرفع الحصار. وهدف الحوار ليس حوارا من أجل الحوار، ولكن حوار لكي نصل إلى حل ووضع حد لهذه الأزمة. هذه خارطة الطريق، وهكذا نستشرفها، وهذا هو موقف قطر الذي عبرنا عنه منذ البداية. نحن عبرنا عن هذا الأمر وقلنا أن قطر راغبة بالولوج إلى حوار مع الدول المحاصرة، ولكن يجب عليها أن تحترم سيادة دولتنا، ويجب عليها أن تحترم القانون الدولي، ويجب أن نبتعد عن الإملاءات. يجب أن نصل إلى حل توافقي، ولا يجب أن يكون الحل يفضي إلى إملاء. بالنسبة لسياسة قطر في سوريا، فسياستنا تبقى كما هي. لدينا موقف مفاده أن العدالة يجب أن تقام، ويجب نحن ملتزمون ببيان جنيف الذي ينص على هيئة الحكم الانتقالي، والسوريون يجب أن يختاروا من يرأسهم. الأسد أو أي شخص اقترف جرائم حرب يجب أن يقاضى، ويجب أن يسأل للجرائم التي اقترفت. أما بالنسبة للمعارضة والعمل التي تقوم بها قطر، قطر تقوم بهذا العمل من خلال مجموعة أصدقاء سوريا ومن خلال حلفاء آخرين، بعضها من دول المحاصرة، ونحن مستمرون في العمل والمساهمة في ذلك الجهد. إذن يجب أن نصل إلى هذه الأمور توافقيا. قطر يمكنها أن تستمر، وهي ستستمر في هذا العمل، واستمرارية هذا العمل يمكن أن يكون توافقيا. لم ترد تلك الدول أن تستمر، فنحن مستمرون. وطبعا هناك جرائم اقترفت بحق الشعب السوري، وبالتالي نحن ملتزمون بآلية المقاضاة وآلية المساءلة التي دعمتها قطر منذ البداية، ونحن ملتزمون في الاستمرار بهذا الخط. شكرا جزيلا لهذا الحوار المفتوح، وشكرا لانفتاحك وسعة أفقك. كان لدي طبعا بعض الملاحظات التي استشفيتها من حديثكم. أعتقد أننا في نفس القارب. أولويتكم الأساسية هي إحلال الاستقرار في المنطقة والالتزام بالاتفاقيات الدولية، وأيضا ويبدو أن هذا لافتا بالنسبة لنا، التزام بمجلس التعاون الخليجي أيضا، وقد كررت ذلك عدة مرات. وفوق كل ذلك، الطريق يجب أن يكون متصلا بالحوار عوضا عن تفاقم المسألة. أشكرك جزيلا على سعة الأفق وعلى انفتاحك وعلى إجاباتك عن هذه الأسئلة. وشكرا سيد هانن لاستضافتنا، وشكرا جزيلا لكم جميعا، وشكرا لأسئلتكم اللافتة. شكرا لكم.